السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا عارفين المحرك بتاع المشاية الرياضية، حد من اخواتنا المتابعين والمشاهدين اللي دايما بنهتم بالتعليقات والتواصل، وانا بعتذر على اي حد يا جماعة ما بقدرش ارد عليه او بيكون عندنا ضغط، فانا قدر المستطاع برد على كل اخواتنا المشاهدين المتابعين، وان شاء الله باذن الله نوضح مع بعض الفكرة اللي اخونا قال بعد اذنك انا عندي المحرك بتاع المشاية الرياضية وعايز اتحكم في السرعة بتاعته باستخدام المفتاح ده بتاع المروحة. انا حابب اوضح لحضرتك في الفيديو ان ده ما ينفعش نهائيا. طيب ايه اللي ينفع؟ هنشوف ايه اللي ينفع معانا ونقدر نتحكم بيه في عملية السرعة وفي عملية انك تهدي السرعة باستخدام حاجة تانية افضل من المفتاح ده بكتير، لان ده فعلا ممكن يشتغل معانا ولكن بدون حمل. اول ما تحمل عليه حمل ده هيتحرق، ده هيتحرق منك وهيضرب وهتخسره على الفاضي. طيب انا لو انا عندي مروحة بتلف ومعليهاش ضغط وعليها حمل وبتسحب امبير عالي، ممكن استخدم ده ممكن تستخدم ده، طالما ان هي في اطار قدرة الامبير بتاع المفتاح اللي موجود معايا. طيب انا عايز بقى اتعامل واقدر اتحكم في سرعة الجهاز ده او المحرك بتاع المشاية الرياضية اللي بيشتغل بيه قدرة 180 فولت. ده بيشتغل ب 180 فولت يا جماعة. برضو في ناس مفكرة انه يجيب المحرك ويوصله فيه ال 220 هيتحرق منك وهيبوظ، لان ده شغال على شربون وشغال على تيار اللي هو الدي سي. يبقى لازم الاول نبقى عارفين ان احنا نجيب التيار المنزلي نحوله لتيار دي سي، وبعد ما نحوله لتيار دي سي نقدر نتحكم في السرعة بتاعته. طيب البطل بتاع الحلقة واللي هيقدر ينفذ لي المشروع هو جهاز الفرياك. لو انت اول مرة بتشوفنا، لان احنا شرحنا حاجات كتير زي كده بالظبط، ولكن بنفكر المشتركين الجدد، الناس اللي لسه مشتركة معانا في القناة من شهر او من اتنين او من سنة، نقدر نعيد عليك الفكرة تاني. عندي جهاز الفرياك بياخد ال 220 بيخرجهم لي هنا بقدرة من 1 فولت لحد 300 فولت او 250 على حسب نوع الفرياك اللي موجود معاه. هنا بيخرج لي لحد 250. طيب من 0 فولت لحد 250 فولت. طيب لو الدخل بتاعي انا هنا 220 وانا جاي هنا على 1 فولت هيخرج لي 1 فولت. طب انا جاي على 2 هيخرج لي 2. جيت على 25 فولت هيخرج لي 25. جيت على ال 50 هيخرج لي 50. جيت على ال 75 يبقى انا معايا قدرة تحكم في الفولت بداية من 0 لحد 250. طيب ده لو انا جيت على ال 250 هيتحرق، ممكن يبوظ منك وما يقدرش يتحمل لان الفولت هيبقى عالي. يبقى احنا نتحكم في اطار 175 فولت، الرقم اللي موجود معايا نقدر نتحكم في السرعة لحد اخر حاجة عندي ال 180 اللي هي اصلا قدرة المحرك اللي موجود معايا. يبقى نعيد تاني سريعا ان الفرياك بياخد هنا الدخل وبياخد هنا الخارج. برضو عايز اقول لك على حتة مهمة جدا للغاية. في حد هيقول لك طب انا اعمل اي مشروع هنا، اخرج 2 فولت، اخرج 3 فولت، اخرج 12 فولت واعمل تنجر شحن، ينفع تنجر شحن؟ ينفع ينفع، بس انا عايز اقول لك ان هنا دايما على الاطراف مؤكد ان هيكون في عندك كهرباء 220، يعني ممكن تلمس طرف من الاطراف مع طرف الارضي يكهربك، لكن الطرفين مع بعض بيخرج القدرة اللي احنا واقفين عليه. ده اللي هنقدر نشوفه من خلال لما نقيس على الجهاز الافو ونشوف الفولت بيطلع معانا ازاي. يبقى خليك معايا علشان نقدر نشوف مع بعض. احنا هنا كمان جبنا دائرة التوحيد، ده بريج ديود اهو. البريج ده ليه دخل، علشان حد يقول لك طب التيار اللي خارج هنا تيار اي سي هيحرق الجهاز. انا جبت دي علشان نعمل طرف موجب وطرف سالب. يبقى الاطراف الاي سي هتدخل على الطرف ده والطرف ده تخرج عندي هنا، ادي الموجب وادي السالب، سهله جدا. طبعا انا هنا عملت التلامل بالشكل ده كده بحيث ان انا ادخل التيار الاي سي واستلمه من هنا تيار دي سي. التيار الدي سي الموجب والسالب هيشتغل عليه المحرك او هيشتغل عليه التونجر او هيشتغل عليه اي مشروع انا هعمله. يعني لو عايز اشحن بطاريه 48 هقدر اجي هنا على ال 48 فولت، واقف على 48 فولت واقدر اشحن البطاريه. طب انا عايز 12 هاجي على 12، وبعد ما اجي على 12 ابدا اوصل البطاريه بتاعتي وهقدر اشحنها باستخدام جهاز الفرياك. يبقى قلنا ان الفرياك ده بيخرج لك التيار الاي سي بدايه
بتدخل عليه 220 هو يطلعهم لك، بداية من 1 فولت هيدي لك 1 فولت، عايز 5 فولت هيدي لك، عايز 10 20 30 40 لحد 250 هتقدر تتحكم في الفولت. بس بنأكد تاني ان دايما في طرف هنا ممكن يبقى عليه تيار 220 والطرف التاني يكون بتاع التخفيض، فانت بلاش يحصل اي تلامس للخارج نهائيا. ما تقولش بقى ده انا مخرج من عليه 3 فولت امسك الطرفين مع بعض، لا ده اكبر غلط. انا بحذر علشان برضو الناس كلها تاخد بالها من الحاجات دي، بتبقى خطرة جدا، لازم حضرتك ما تلمسش اي حاجة خالص وتبقى عارف الفولت اللي خارج كام. مبدئيا انا هقيس هنا الفولت وهنشغل المحرك مع بعض، يبقى لازم نكمل الفيديو للنهاية. انا عندي كده ادي طرف وادي الطرف التاني اهو، التيار اللي خارج عندي هيبقى تيار اي سي، بيديني قفلة ازاي يا جماعة؟ لان ده ملف، ده من الداخل ملف، انا عملت فيديو عليه من الداخل. هنا هوصل بقى ده في ال 220 ونبدا نشوف كام فولت هيخرج معانا. انا كده واقف على 25 فولت تقريبا، اول ما وصل في التيار المنزلي بسم الله الرحمن الرحيم اداني 27 فولت. طيب انا بقى لو نزلت كده بالفولت، نزلت بالفولت كده 15 فولت، طب انا عايز اقل مثلا عايز 14 فولت اهو كده، انا عايز اعمل تونجر شحن. تقدر تعمل تونجر شحن طبعا بعد ما تدخل على البريج ديود علشان يوحد معاك الفولت ويخرج لك طرف موجب وطرف سالب زي ما هو واضح في الرسمة على البريج ديود، واضحة معانا الطرف الموجب والسالب اهو، وده اطراف الاي سي هنا طبعا، يعني اي طرف مكان التاني مفيش مشكلة، لكن المهم الخارج تبقى عارف ان ده طرف موجب وطرف سالب. كده احنا عرفنا ان احنا نقدر نلف كده اهو، اي فولت انا محتاجه هحصل عليه، ولكن تيار اي سي 75 90 110 فولت، انا شغال بسرعه اهو، شغال شغال لحد ما وصلت 180. ال 180 دي قدره المحرك اللي معايا، بس لازم الاول تحوله تيار دي سي، ما ينفعش تدخل التيار مباشر على المحرك يتحرق منك ويبوظ. طيب انا عايز ارفع بقى، عايز اي قدره انا عايزها اهو، هقدر احصل على الفولت اللي انا محتاجه لحد 250 فولت يا جماعه على الطبيعه، 250 فولت موجودين معايا. يبقى قلنا ان احنا طبعا شرحنا وقلنا ان احنا بنتحكم في الفولت زي ما احنا عايزين، نجيبه بقى على الصفر كده، جاب معايا صفر. برضو ما ينفعش وهو على الصفر انك تلمس اي طرف من الاطراف. يبقى هنفصل الاول الكهرباء نهائيا ونيجي هنا نوصل البريج ديود ونبدا نحصل على التيار الدي سي. كده انا وصلت اهو، لازم وانا بوصل اطراف المحرك عشان نبقى عارفين نقدر نتحكم في المحرك ده ازاي ونقدر نستفيد منه ازاي. انا حابب اشكر الاخ العزيز الشخصيه المحترمه اللي وصل لنا دعم مباشر يا جماعه من خلال ميزه شكرا اللي موجوده في اسفل الفيديو. انا بشكرك وبشكر كل الداعمين لقناتنا ولكل المنتسبين للقناة، ده حافز محترم منك لأي حد بيقدم محتوى محترم بيفيد بيه كل الناس. كده وصلنا برج ديود هيدخل عليه التيار الاي سي، يطلع عندي التيار دي سي. كده انا مش محتاج ان انا اقيس الفولتيه، انا قست الاول وعرفت انا شغال ازاي. بعد كده هوصل ده في ال 220 تاني اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ نلف هنا بقى نشوف ده هيتحرك معايا أم لا. زي ما انتم شايفين بدأ يلف معايا. في حد هيقول طب أنا مش عايزه يلف الاتجاه ده، أعمل إيه؟ تبدل الأطراف، تحط الموجب مكان السالب والسالب مكان الموجب، هيلف العكس. يبقى أنا أقدر أتحكم في ده على أي اتجاه، أقدر أتحكم فيه على أي اتجاه بنفس الطريقة. طب يلا نزود مع بعض كده، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. شغال ما شاء الله، شغال ما شاء الله. زي ما انتم شايفين يا جماعه اهو، اي سرعه انا محتاجها هقدر اتحكم فيها، وانا عملت الفيديو ده قبل كده على الطبيعه على المشايه الرياضيه وقدرت اشتغل بدون الحاجه للكارته وبدون الحاجه نهائيا للسيستم بتاع المشايه الرياضيه لانه كان اعطاله كتيره جدا. بسم الله ما شاء الله، سامعين يا جماعه صوت الموتور، طياره طياره، بسم الله ما شاء الله، سرعه رهيبه جدا زي ما حضراتكم شايفين اهو، 170 150 انا لسه ما وصلتش 180 فولت وشغال معايا ما شاء الله. طيب نهدي بقى كده شويه، نهدي تاني اهو، نهدي 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 لحد ما نوصل للسرعه المطلوبه. انا كده وصلت اهو للصفر،
كده للصفر هيبدأ ياخد الحركة بتاعته ويقف لوحده اوتوماتيك. لكن لما نيجي نقيس التيار اللي خارج هنا عندي على الأطراف بتاعت المحرك، تيار دي سي مش اي سي. يا ريت يكون المعلومة وصلت، تكون معلومة واضحة لكل اخواتنا المشاهدين المتابعين. انا اسف على الاطالة، بس حبيت اوضح لاخونا العزيز المحترم اللي قال ان ده يتحمل. انا بقول لك ده ما يتحملش. وكمان لما تحتاج تشغله في مشروع زي ده تجيب قدرة اعلى من اللي موجود معانا. ده لو 500 واط تحاول تجيب 1000 واط 2000 واط. كل ما تجيبه حجم كبير والواط بتاعه عالي ما يسخنش منك، وبالتالي الحمل لو زاد على المحرك ما بقاش في اي خطورة نهائيا على جهاز الفرياك. يا ريت في اخر الفيديو ما تنساش اخوك من اللايك، وكمان ما تنساش تشرفنا في التعليقات. تعليق حضرتك بيفيدني بنسبة 100%، لان فعلا انا منتظر حضرتك في التعليقات باي كلمة، كلمة استمر او اي كلمة تكتبها لنا، صدقني هتكون حافز لنا ان احنا نقدر نستمر. ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.